قوة أمس تسألون عني وينك وينك، لازم تريحون مني شوي، ما يصير كل يوم طلعت لكم وسولف 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 تملون، لأن المحتوى دائما يكون فيه تركيبات أشياء نستخدمها حق البشرة فتملون، فقلت خل أريح يوم عشان تشتاقوا لي. قعدت أفكر شنو ممكن نتكلم عنه. تكلمت من فترة عن نظارة البشرة. نظارة البشرة يعني البشرة اللي في بشرة مهما حطت، حتى سواء شباب أو البنات، حتى لما تحط ميك اب طافية بشرتها بالكامل، ولا كأنها بنية صغيرة، ولا كأنها يعني كأنها أكبر من عمرها، وتبين البشرة جدا باهتة. طبعا الكل قال لي مثلا نشرب فيتامين سي، ناخذ بالعيادات دربات. الحين بحط لكم الإجابات وبضيف نقطة جدا مهمة، ركزوا معي، وبحط لكم أنا شنو أستخدم أي نوع، لأن دائما تسألوني عشان نوصل الموضوع بشكل أوضح. شنو تقصدين دكتورة بنظارة البشرة؟ البشرة اللي فيها إنارة، فيها إضاءة، تبين حيوية البشرة فيها. في بشرات ما تكون فيها وايد عيوب، أو حتى لو فيها تصبغات تخفيها بالفاونديشن. تخيلوا في بنات حتى بالفاونديشن والإضاءة واللي يحطونها البشرة طافية، بالأماكن اللي ما يحطون فيها إضاءة البشرة طافية. طبعا الحين بحط لكم أنا من غير أي إفكت شلون بشرتي. نظارة البشرة المفروض تكون مقرونة عندنا وبالنا أن فيتامين سي هو الأساس فيها. الترطيب بفيتامين سي، هل هو عن طريق الوريد اللي قاعد يصير بعض العيادات؟ لا. هل هو عن طريق أروح أخذ لي أقراص فيتامين سي نفسها اللي أحطها بالماء وأشربها؟ لا. الموضعي، فيتامين سي الموضعي هو الأفضل. بقول لكم عن شغلة، أنا قبل سفراتي دائما أخذ إنجكشن أو حقنة بالعيادة، اسمها اللي هي إبرة النظارة أو البيبي فيس أو الأسامي هذه المتعارف عليها. هي ترى هي عبارة عن نوع من أنواع الهيرونيك أسد وليست فيتامين، ساعات تكون مخلوطة ببعض الفيتامينات، ولكن حتى هذه ما تغنيك أو تغنيك عن روتين البيت اللي أنا من سنين، يمكن 3 سنين الحين أو 4 سنين، أحط لكم الأمثلة اللي أنا أستخدمها من فيتامين سي. أنا أستخدم فيتامين سي من فلاي أب، وهو لا يعوض بأي إبر تاخذ، لأن مفعولها يمكن 2 أو 10 أيام. دكتور عيل، شنو فايدة الإبر هذه حق النظارة؟ أنا أقول لكم شغلة، لو تجيني بنت مثلا عندها مناسبة أو تبي تسافر وتبي تقلل من الميك اب، ما تحب تحط وايد ميك اب، نفسي أنا قبل سفراتي يمكن ب3 أيام أروح عشان مكان هذا الحقن لا يصير أزرق أو كدمات، أروح أحقن لي إبر هذه النظارة أو اللي هو نوع من أنواع الهيرونيك أسيد اللي بسرعة تمتص البشرة. بسرعة تمتص البشرة يعني هو ما يملي المدة طويلة، 6 شهور 3 شهور، لا، 10 أيام 2 أسبوع، هذه فترة سفرتي وأنا اللي رادة. هل راح أخذ منه مفعول؟ نعم، ولكن مفعول مؤقت. الاستمرارية على الروتين المنزلي هو الأساس، الاهتمام بالبشرة هو الأساس، أي شيء ثاني من حقن تنطق بالجلد نعم أنا أحبها وقلت لكم متى أخذها، ولكن الأساس هو الاهتمام بالمنزل. الخلاصة، لا شيء يغني لنظارة البشرة عشان نوصل لها عن الاستخدام الموضعي للسيرامات أو الكريمات أو الماسكات التي تحتوي على فيتامين سي. أي شيء يحتوي على فيتامين سي حرصوا أن تستخدمونه. الحين بحط خلاصة الكلام اللي أنا قلته. أبر النظارة طبعا نفس ما قلت، ومتى أخذها واستفيد منها؟ إي نعم، ولكن الفترة اللي استفيد منها يمكن 2 أسبوع 3 أسابيع، زين وبعدين؟ هل أنا كل 2 أسبوع 3 أسابيع بروح أغزها أو أخذها؟ طبعا راح أخذها بوقت معين قبل سفرة، أبي شوي بشرتي شوي فريش تملي. هي مو نفسها ترى تعطي نظارة، لما الوجه شوي يمتلي لفترة معينة سطحيا يشد لك التجاعيد وكذي، فالانعكاس الإضاءة يصير أوضح، فتعطي إحساس أن وجهك فيه نظارة وجمال، ولكن الأساس هو الكريمات والسيرامات بالبيت. حطيت لكم خلاصة الموضوع بالسنابات اللي فاتت. أنا أستخدم هذا من سنين، اللي متابعيني يدرون ما غيرته، مهما يقول لي من براندات ما غيرته. ليش؟
لأنه ناسبني. وكثير من البنات حتى اللي بشرتهم جدا حساسة وعندهم وردية، مع أن 20% فيتامين سي السيرم هذا خطير، ليليا أستخدمه دون انقطاع فوق 3 سنين، دون انقطاع، متخيلين؟ يوميا على الوجه والرقبة، هذا اللي أستخدمه بالليل. وكذلك أستخدمه بعد الديرما رولر، يعني شوفوا هذا فايدته ايش كثر عندي. الصبح طبعا من الحمايات اللي أنا أحبها هذه، شايفين الدليل اني انا وايد استخدمها، حمايتهم كذلك فيها فيتامين سي على فكره، عشان كذي حطيتها من امثله اليوم. الماسكات انا ماسكات طبعا وايد عندي، عندي انواع اللي تنحط كذي كريميه، وعندي اللي تصير مثل بشيت كذي استخدام واحد. طبعا انا هذا اللي بقى واحد، هو العلبه يكون فيها 4، كذلك هذا ماسك فيتامين سي يستخدم اسبوعيا. شايفين ايش كثر استخدم اشياء فيها فيتامين سي كلها من فلاي اب. الشيء الوحيد من لاينهم اللي دائما هذه المجموعه لما تنحط ويصير عليها عرض احطها، لان انا كل شيء استخدم، ماسكات استخدم، الحمايه شيء روعه عندهم، السيرم فيتامين سي من سنين استخدمه، فاستانس على المجموعه. البنات دائما يسالون الدكتوره انت شنو تستخدمين، الشباب دكتوره انت شنو تستخدمين، انت حق بشرتك. فبالتالي لما انا احط امثله طبعا احط على حسب توفرها، على حسب تراكيزها، انواع البشرات، ولكن هذه الاشياء اللي استخدمها. طبعا من ضمن مجموعه اليوم طبعا راح يكون عليها خصم 25% على كاونت ميديكال كوزمتيك الوكيل الحصري للفلاي اب وللاورايزنج الخيالي، وكذلك موجوده بصيدليه جمعيه مشرف، راح يكون معاها الكريم النهاري. طبعا هم عقب نجاح المجموعه بالكامل من الاشياء الاخيره اللي نزلوها الماسكات والكريم النهاري، هذا الشيء الوحيد اللي انا للحين ما استخدمته لان عندي منتجات صباحيه قاعد استخدمها. اللاين كله خيال خيال، ولا غلطه صراحه. فاللي دائما يسألوني أو خلاص صار عندهم فكرة عن السيرامات اللي أنصح فيها لنضارة البشرة وقلت إن فيتامين سي، سألوني أنا شو أستخدم. أنا من سنين سيرامي هو فلاي أب، فيتامين سي مال فلاي أب. يمكن مرة مرتين اللي حاولت إنه مثلا أغير، ما كان سيء التغيير، ولكن خلاص اعتادت بشرتي عليه ومرتاحة عليه. احتمال مع الوقت أصعد لتركيز 30، أنا ما صعدت للحين إلا مرة ورديت على تركيز 20، وايد حلو ومناسب. ونفس ما قلت لكم في بنات حتى يقول اللي بتقطع سلة قالوا دكتور احنا عندنا وردية وبشرتنا حساسة ما ناسبنا لهذا السيرام، ليش؟ لأن حيل قوامه خيالي بالامتصاص. أما اللي تسأل مثلا تقول دكتورة شلون هذه المجموعة أقدر استخدمها بالكامل، أنا شارحت لكم بالسنابة شلون تقدرون تستخدمونها. هل تهيج البشرة؟ لا، لأن السيرم الوحيد اللي فيه تراكيز تكون عالية عشان يغذي البشرة ليلا وبعد الديرما رولر. الباجي عادي، ماسك اسبوعي، ترطيب نهاري، والحمايه لازم يوميا. بعد ايش كثر ممكن نلاحظ الفرق ببشرتنا تنتقل لمرحله اجمل؟ يعني بما ان احنا قاعد نتكلم عن مجموعه لنظاره البشره، على كثر ما اعطيتيها من التزام راح تعطيك باسرع وقت. احتمال اذا انت بالمره ما تستخدمين او انت بالمره ما راح تستخدم، يمكن تلاحظ الفرق او تلاحظين الفرق من اول اسبوعين حتى، مو مثل مجاميع التساقط اقول لكم نطروا شهر شهر ونص. لا لا، طبعا بعد شهر ونص شهرين يمكن لو تاخذين صوره حق نفسك من غير افكت، من غير اضاءه، او تاخذ صوره حق نفسك من غير افكت او من غير اضاءه، راح تدعوا لي وراح تشوفون الفرق. انا دائما حتى لما يجون بالعياده مو كلهم ترى جهاز يلا روحوا اوبر روحوا سووا كذي وهذا، لا، في منهم روتين، يعني روتين بسيط للبشره يغير بشرتهم من الى. واقول لهم صوروا وجهكم بالكاميرا من غير افكت، من غير فلاش، وعقب شهر شهرين قولوا لي شنو تلاحظون، واي شيء تبونه ممكن اشتغل عليه بأبر واجهزه بالعياده. بصراحه اللي اقصده اللي ما يستخدمون، يعني اساسا من قبل ما يستخدمون اشياء فيها فيتامين سي او ما يلتزمون بلاين عنايه، يعني حتى لو خطوه خطوتين ما يلتزمون. عشان كذي انا بعض الاوقات شنو احط لكم؟ احط لكم سيرامات اللي تصير ميكس، اقول له استخدم او استخدمي احسن ولا شيء، ولكن دائما اللي تكون فيه تركيزات منفصله انا افضلها، عشان شوي تشوفون عنايتي الليليه فيها كذا قطعه، فيها اشياء مركزه هايرونيك، اشياء مركزه فيتامين سي، منها هذا اللي انا استخدمه وغيرها من الامور. فالانسان اللي ما يستخدم ويعطيه بس لاين عنايه ويمكن ما يتكلف عليه كثر، مثلا ما نسوي جلسات وكذا، قد يحتاج بعدين جلسات، ولكن كبدايه يمكن يرضى بالنتيجه ويقول والله، او تقول اي والله دكتوره وايد عجبتني النتيجه والحمد لله خلال شهر شهرين انا وايد فرق معي، لان انا اساسا ما كنت اهتم، ما كنت اعرف شنو استخدم اول عقب وغيره من الامور. فعشان كذي هذا الموضوع كان جدا حلو، وبما انه دائما يسوون عرض على هالمجموعه دائما اتكلم عنه،
لان المجموعه انا محللتها قطعه قطعه ما عدا الكريم ما استخدمته.